هنتكلم في الفيديو ده عن نقطة بيع سيارات. الأول عشان أشغلها محتاج أخش إعدادات، إعداد وصلاحيات مستخدمين، على إدارة المبيعات، على فواتير، على فواتير بيع، نقاط بيع، نقاط بيع، نقطة بيع السيارات. حفظ كده أصبحت نقطة البيع بتاعتنا هي نقطة بيع السيارات. طبعا احنا ما فيش غير الصنف التجريبي وما فيش اي حاجه جديده على قاعه البيانات. هنجيب نقطه بيع السيارات كده، بيقول اسم العميل، هقول له مثلا عماد حمدي، ماركه السياره تويوتا، موديل كورولا 2016. اقدر احط بقى شاسيه، خلينا نكتب كلمة شاسي كده برضو جنبها، وأي شاسي وأي أرقام كده عشان بس يبان في التقرير كلمة شاسي، عشان يبقى ناخد بالنا إيه موتور كذا. الرخصة مثلا، يعني رخصة، لوحات معدنية لو لها أرقام. طبعا ممكن الكلام ده اختياري، ممكن أكتبه ممكن مكتبوش. ده البيت كذا مثلا، كذا كذا مثلا. قيمة، القيمة كام؟ نقول والله 100,000. 100، 1، 2، 3. في 3 أوضاع، يا إما نقدا، يا إما أوراق، يا إما مفتوح. طيب أنا أول ما هقول له حفظ، هو هينشئ لي العميل ده تلقائي، وهينشئ لي الصنف ده، الصنف ده اللي هو الفئة، هينشئ لي الفئة تويوتا، ويحط لي تحتها صنف اسمه كورولا. يعني هو في الآخر هيحول لي النقطة دي كأنها فاتورة يعني. حفظ كده. قال لي من حساب العميل لحساب المبيعات. هتضيف إضافة أوراق قبل؟ أقول له نعم. المفروض إن هما 100,000. أول ورقة تبتدي مثلا يوم 1/5، بنك، أي بنك، الأهلي، يبتدي من رقم كذا. كان ده لو هي ورقة واحدة. طب ممكن نقول له ده هم هيبقوا مثلا 10 ورقات، وهقول له تكرار، قسمهم لي على 10 ورقات. مراجعة، حبس، مركز تكلفة وكده. طبعا هيسألني السؤال ده مع كل ورقة يعني، عشان حبيت احط مراكز تكلفة يعني. تمام كده بقت دي فاتورة بيع صح. دي هي أصلا موجودة فاتورة، يعني لو جبت فواتير البيع ده فاتورة، لأ هلاقي إن بقى في عندي هون المخزن في فئة اسمها تويوتا، وصنف اسمه كورولا، واتباع منه إيه واحدة، وحط لي البيانات الأخرى أدي العميل، حط لي الشاسيه في بيان رقم 4، والموتور في بيان رقم 1، والرخصة والبيان في رقم 2، وهكذا، اللي هو دي اللوحات المعدنية، بحيث ان انا اقدر اعمل بحث واقدر اجيب كده بأي بيانات عن العميل ده، او عن الموتور ده، عن الشاسيه، عن طريق البحث في الفواتير. يعني دي ببساطة كده نقطة بيع السيارات، هي عبارة عن فاتورة، فاتورة النقد الأوراق مفتوح، ولكن طريقة سهلة عشان أقدر أحدد نوع ماركة السيارة ونوع السيارة والموديل وإيه، وهو يحطها لي تلقائي. شكرا.